الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان ورئيس لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي لأسبوع شباب الجامعات المصرية والمعاهد العليا 13 الذي سينظمه جامعة حلوان. في الحقيقة أسبوع شباب الجامعات اللي بتستضيفه جامعة حلوان خلال هذا الأسبوع من أكبر الأحداث الشبابية اللي بتجمع الشباب من أبنائنا الطلاب على مستوى الجامعات المصرية على مستوى جمهورية مصر العربية. في الحقيقة خلال الأسبوع في مشاركة لأكثر من 46 جامعة من مختلف الفئات سواء الجامعات الحكومية أو الجامعات الخاصة أو الجامعات الأهلية، كلهم جايين مع بعض بيلتقوا خلال هذا الأسبوع بيمارسوا مختلف الأنشطة سواء الأنشطة العلمية أو الثقافية أو الرياضية أو الاجتماعية. وفي الحقيقة أنا كرئيس لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي يعني خليني أكلم أكثر عن طبيعة النشاط. إحنا عندنا 30 جامعة مشاركة بالنشاط العلمي والتكنولوجي في 9 مسابقات، أول مسابقة خاصة بمسابقة أفضل جهاز ابتكاري، والمسابقة الثانية أفضل جهاز ميكاترونيك، ومسابقة خاصة بالروبوت، ومسابقة خاصة بأفضل بدوري المعلومات العلمية، ومسابقة أفضل قصة خيال علمي، والمسابقة خاصة بهاكسون التغيرات المناخية، ومسابقة خاصة بالإنرجي جيم، ومسابقة خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهيه السلام. في الحقيقة الهدف من النشاط العلمي والتكنولوجي ان احنا بنجمع الافكار المختلفة والابتكارات المختلفة الخاصة بالشباب والمشروعات الصغيرة الخاصة بيهم، ومن خلال مجموعة من اللجان من الاساتذة اللي موجودة سواء اساتذة من الجامعة في القطاع الاكاديمي او الناس اللي موجودة اللي احنا داعينهم من قطاع الصناعة، بحيث يبتدي يبص على الافكار ديت والمشروعات الصغيرة، ونشجع طلابنا على ان هم ينموا الفكرة بتاعتهم، وبحيث ان احد المستثمرين او القطاع الصناعي يقدر يتبنى الافكار ديت، لان في الحقيقة في افكار كتيرة كويسة جدا وابتكارات عظيمة جدا بتحل مشكلات مجتمعية موجودة فعلا في المجتمع، وتقدم حلول لمشاكل موجودة على مستوى القطاع الصناعي والقطاع الخدمي. وهو ده هدف الاسبوع دوت، ان احنا نشجع طلابنا على ان هم ينموا الافكار بتاعتهم ويطوروا المشروع بتاعهم، ونوصلهم ببعض المستثمرين او الناس من القطاع الصناعي والخدمي اللي ممكن يتبنى فكرة زي كده ويطورها وتطلع على شكل منتج. ويعني خلينا برضو نتكلم على جزء مهم جدا احنا بنحاول نوصله للطلاب، والثقافة الخاصة بريادة الاعمال، وان ازاي الطالب يتعلم ان هو يقدر يعمل شركة نشأة يطلع فيها منتج او يسوق حل بيحل مشكلة حقيقية في المجتمع. ويمكن ختام الاسبوع النشاط العلمي والتكنولوجي كان النهاردة، وكنا بننهي بحفل الختام وتوزيع الجوائز على المسابقات المختلفة. ويعني خلينا اقول في الحقيقة يعني كل جامعة داخلة بوفد من 6 طلاب، كل طالب بيمثل مسابقة معينة. يعني خلينا اقول في بعض الجامعات بعض الطلاب منهم وصل ان هو ياخد 3 جوائز في مسابقات مختلفة. محمد هاشم امين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث، اهلا وسهلا بكم في رحاب جامعة حلوان. جامعة حلوان بتستضيف اسبوع شباب الجامعات في دورته 13. احنا هنا في المكتبة المركزية بنستضيف النشاط العلمي، والنشاط العلمي لاول مرة بيدخل ضمن فعاليات انشطة شباب الجامعة اسبوع شباب الجامعات. احنا في المكتبة المركزية بنستضيف 3 انشطة، النشاط العلمي والنشاط الاجتماعي والنشاط الثقافي. النشاط الاجتماعي زي ما احنا موجودين هنا بيتضمن مسابقة الشطرنج. اشترك في مسابقة الشطرنج معانا حوالي 35 جامعة بمشاركة 114 طالب على مدار الأسبوع على جولتين، جولة صباحية وجولة مسائية. الحقيقة الجامعة وفرت كل الإمكانيات للمكتبة المركزية علشان تستعد على المستوى الحدث بكل الإمكانيات سواء البشرية أو المادية والتجهيزات. النشاط العلمي عبارة عن 7 مسابقات
رسمية ومسابقتين على هامش المسابقات. المسابقتين دول من إعداد مجمع الإبداع والبحث العلمي في الجامعة. كمان بيشارك معنا من أمس مركز الأزهر العالمي للفتوى ومرصد الأزهر لمكافحة الإرهاب، ودي مشاركة يعني على هامش فعاليات المهرجان بيقوموا بتوعية الشباب حول مشكلة الإرهاب والتصدي ليها، كمان بيجاوبوهم على أي أسئلة متعلقة بالفتاوى الدينية. كمان النشاط الثقافي بيشارك عندنا بمسابقتين، مسابقة صحف الحائط ومسابقة الخط العربي. على هامش الفعاليات النشاط العلمي نظمنا ندوتين، ندوة عن التغيرات المناخية وحاضر فيها أساتذة من جامعة اسكندرية وأكاديمية البحث العلمي. كمان عملنا مسابقة عن مصادر الطاقة اشترك فيها 17 جامعة. النهاردة إن شاء الله في ختام الفعاليات هنقوم بتوزيع جوائز على كل الجامعات المشاركة، سواء في السبع أنشطة في المجال العلمي أو في الأنشطة اللي على هامش المهرجان. الحقيقة أسبوع شباب الجامعات ده بيعد كرنفال ثقافي ورياضي وفني، بيتلقى فيه جميع شباب الجامعات من جميع الكليات بجميع التخصصات، بيتبادلوا الأفكار والثقافات. كمان ده بيعمل نوع من أنواع تنمية الوعي الوطني بينهم وبين بعض، المشاركة المجتمعية، بيطلع كمان أفكار جميلة. يعني إحنا عندنا أفكار كان تقدمت بها الجامعات للمسابقات الأجهزة الابتكارية، كانت مشاريع جميلة ينفع بعد كده إنها تخرج كتطبيق علمي ومنتج علمي يستفاد به المجتمع. أشرف إمام، مدير عام المكتبات بجامعة حلوان. المكتبة المركزية بجامعة حلوان تعتبر من أكبر المكتبات على مستوى الجامعات المصرية مساحة 22,000 متر مربع، دور أرضي وثلاث طوابق. السيرفيس بتاعتها بتختلف لخدمات الطلاب الأندر وطلاب الدراسات العليا. عندنا خدمات كمان لذوي الاحتياجات الخاصة، عندنا مميزين جدا كمان ببعض القاعات الخاصة اللي بتقدر تخدم على الجامعة من حيث المؤتمرات ومن حيث الأنشطة. الحمد لله كمان عندنا يعني أكتر من 115 ألف طالب السنة اللي فاتت ترددوا على المكتبة المركزية، وده يدل على شيء، يدل على قيمة المقتنيات اللي جوه المكتبة المركزية من حيث الكتب وحيث المراجع اللي بيتم اختيارها وانتقائها بشكل أكاديمي قوي من أعضاء هيئة التدريس بكل كليات الجامعة. المكتبة المركزية كمان حريصة جدا على تنظيم بعض المؤتمرات بصفة مستمرة، بيتخطى دورها كمان الاطلاع الداخلي لكل من طلاب الدراسات العليا وطلاب كليات جامعة حلوان لتفعيل جميع الأنشطة اللي بتتطلب مننا. المكتبة المركزية كمان عايز أقول إن الكوليكشن بتاعها على مجلس الأعلى للجامعات الفيوتشر سيستم تعدى 140 ألف ريكورد، فالحمد لله ماشيين بالتوازي كمان، والخطة القادمة بمشيئة الله تعالى هيتعمل دي سبيس وديجيتال لايبري بحيث إنها تخدم على كل أعضاء هيئة التدريس وكل أعضاء الكليات. عدد قاعات المكتبة المركزية 85 قاعة موزعة على 3 أدوار. الجايد للطلبة لما بيخش المكتبة المركزية عندنا سيرش على اللينك بتاع المجلس الأعلى للجامعات، بحيث ان هو لو حابب يعرف اي كتاب او اي سبجكت او اي موضوع بيدخل على هذا اللينك وبنوجهه لللوكيشن بتاع الكتاب جوه المكتبة المركزية. من خلال أخصائيين طبعا، ومن خلال كل قاعة فيها أخصائي او اتنين بيرشد كل الطلاب لهاو تو سيرش وهو عايز ايه ومحتاج ايه بالظبط من منذ دخوله المكتبة المركزية حتى خروجه منها. كمان طلاب الدراسات العليا في الدور الثاني عندي في كل كليات جامعة حلوان، الدور الثاني كله متنظم لقسم الرسائل الماجستير والدكتوراه، كل قاعة بتخدم على كليات مختلفة. يعني كل قاعة عندي مثلا قاعة 2 فيها بعض رسائل الماجستير والدكتوراه اللي بتخدم على كلية خدمة اجتماعية، بحيث ان كل القاعات كل طلاب الجامعة للدراسات العليا من اي كلية
سواء داخل جامعة حلوان. أسبوع شباب الجامعات ده أثبت أنه ملتقى كبير جدا بين شباب الجامعات المصرية وكان جوه جامعة حلوان. نتمنى إن شاء الله في الأعوام القادمة مزيد من هذه التفاعلات النشطة والقوية التي تعمل على التعارف والتأقلم بين كل شباب جامعات المصرية. أنا دعيم حكم وطني في الاتحاد المصري للشطرنج. اشتركت في أسبوع الجامعات بتاع الجامعة، كان أسبوع موفق الحمد لله. كانت البطولة الكلاسيك موفقة، اشترك فيها 17 جامعة، عدد الطلبات فيها كان تقريبا 50 طالبة. الموضوع محمس جدا ومحفز للطلبة الشباب انهم يشتركوا في حاجه زي كده ويهتموا بالانشطه، بيديهم سبورت انهم ازاي ياخدوا مركز في حياتهم الجامعيه. وما شاء الله برضو في شباب في الجامعات هنا بتشترك في بطولات دوليه، فالموضوع محفز جدا ليهم. برضو الناس اللي اشتركت في البطوله دي حابين ان احنا يعني الاتحاد يبدا ياخد الانديه والاكاديميات يبداوا يسبورتوا في الموضوع ده انهم يطلعوا ويعرفوا يشتركوا في بطولات دوليه. الموضوع بيفرق على المستوى الشخصي والمستوى بتاع الدولة نفسه، ان احنا طالما عندنا ابطال حلوين كده ممكن انهم يشتركوا في بطولات دولية باسم الجامعة باسم مصر. بقى بما اننا نشترك في بطولات دولية، الاتحاد كان مدعم جدا البطولة، كان سبورت جدا ليها. كابتن يوسف كان رئيس الاتحاد، كابتن يوسف نادر رئيس الحكام هنا، مش رئيس الاتحاد عفوا، هو رئيس الحكام هنا، كان سبورته من اول يوم في الجامعة لحد دلوقتي، هو معانا دايما. كان منظم جدا، كان بيدينا الرولز اللي بنمشي عليها. البطولة كانت منظمة بشكل كبير جدا، وبرضو كنا حابين الطلبة تفضل تستمر في الموضوع ده، وان الأسبوع ده يفضل يستمر أكتر أكتر، والنشاط الشطرنج كمان يبقى بتقدم أكتر الفترة اللي جاية. علام مدير إدارة النشاط العلمي بالإدارة العامة عايشة بجامعة حلوان. أنا سعيد طبعا اللي كنت مشارك في التنظيم باللجنة العلمية في أسبوع شباب الجامعات 13 بجامعة حلوان. وطبعا احنا انا كمدير اداره النشاط العلمي كنا مشارك في اللجنه التنظيميه والتنسيق على بين المحكمين والانشطه بتاعتنا. والانشطه بتاعتنا كانت اهمها ان هي كانت بتروح التعاون بين الطلبه. اول مسابقه مثلا مسابقه الروبوت كنا عاملين قبلها ورشه عمل. ورشه العمل ديت كانت بتاهل الطلبه ان هم يتبادلوا خبرات مع بعض. ورشه العمل كان يبرمج ويدرب الروبوت نفسه على الملعب. فطبعا كان بيحصل مدورات بينهم خبرات، تبادل افكار، البرامج نفسها كل طالب طبعا وكل جامعه بتستخدم البرامج معين، فكله اتعلم حاجه. مش برده مسابقه الهدف، مش الهدف من المسابقه بس. طبعا قصه الخيال العلمي، برده قصه الخيال العلمي ديت بتتعمل ان طالب بيتخيل اي حاجه علميه ممكن تتوقع فيها دي تطبق في الواقع او طبعا على المدى البعيد. دي طبعا بتدي الهام وافكار للعلماء ان هم يفكروا في حاجه زي كده ويبدعوا فيها وتبقى تتحقق على ارض الواقع. في تاني عندنا دور المعلومات العلميه، طبعا دوت مكون من 3 طلاب من كل وفد، من داخل الوفد اللي هو مشارك معانا في الجامعه. ده تبادل اسئله وتبادل خبرات، طبعا بيستفادوا منها طبعا ان الطالب بس ما يكونش هندسه بس، لا بيكون مهتم بالمعلومات العلميه الاخرى. وما فيش الهدف ان ما فيش اصلا مشروع كامل بيتفق على فريق واحد او عنصر واحد او تخصص واحد. يعني الروبوتات مثلا لا، لازم برمجه ولازم ميكانيكا ولازم طاقه باور، فلازم يتعاونوا مع بعض. فالروبوت الواحد ممكن يجي من كليه هندسه وكليه حاسبات، مش شرط طالب واحد. طبعا غير الخبرات اللي بيستفادوها بعد كجامعات مختلفه، في طبعا افضل ابتكار علمي ان الطالب يكون جايب جهاز ابتكار سواء فكره موجوده بس الابتكار بتاعه او الاضافه ليها ايه. جهاز ميكاترونيك، طبعا احنا بنهتم بالاجهزه الميكاترونيك طبعا اللي موجوده في الصناعه، وطبعا ابتكارات الطلبه فيها ايه واللي بتخدم الصناعه واللي تطور من الصناعه المصريه ان شاء الله. وده هدف طبعا الدوله اللي احنا بنسعى ليه ان شاء الله. وفي الحاجه الثانيه برضو عندنا مسابقات المعرض العلمي. المعرض العلمي دوت بيتكون مشروعات صغيره، مشروعات مثلا زي رسومات اكسسوارات دوت، بهدفها المشروعات ديت ان هي بتبقى مشروعات بتحقق ربح للطالب. ان الطالب مثلا من هو في طالب في الجامعه عنده هوايه الرسم او هوايه اكسسوارات او عنده موهبه في اي حاجه يستغلها، ان هو طبعا يدي الموهبه دي يعرضها على زمايله على الفيس او على المشاهدين عنده. انا بعمل 1 2 3 وسعرها بكذا وبيعملها كذا، طبعا بيحقق معانا دراسه الجدوى ليها كده. بدا كمشروعات صغيره ليه. الاجهزه برده اللي هي الابتكارات والميكاترونيك برده بتخش برده كمشروعات صغيره برده، ان الطالب دوت مستعد يبقى شركه ناشئه يعرف يقنع المستثمر
بالجهاز بتاعه ولا لا. الفكره اهمها ان انت ما تفكرش تبقى مبدع في حاجه وبتخترع حاجه، بس اهم حاجه تبقى مفيده. اولا يبقى تبقى مرتبط وبتحل مشكله في الـ في الـ في المجتمع اللي انت عايش فيه. الحاجة التانية بيبقى طبعاً لها عائد مادي عليك تستفاد منه، تعرف تقنع المستثمر ان هو مستثمر يجي ياخدها منك ويمولها لك ويقف جنبك لحد ما تبقى شركة ناشئة او تبقى مشروع كبير وتعرف تحققه على ارض الواقع. عندنا طبعاً في مسابقة افضل بوستر، افضل بوستر دي بتعتمد على فكرة المشروع بتاعك او الابتكار بتاعك اللي انت عامله بالفعل، تعرف تشرحه او تعرف تقنع بيه كمستثمر او كلجنة التحكيم بخمس دقايق من غير استخدام التكنولوجيا الحديثة. لا، انت عامل البوستر متر في 70 حاطط فيه كل المعلومات المفيدة اللي هو التحكيم أو المستثمر عامة يعرف يقنعك بفكرتك خلال خمس دقايق. محافظ السهاج، طالب بجامعة السهاج، أنا شاركت النهاردة في الأفضل فكرة الأفضل بوستر بكريم من نبات طبيعي علاج مرض الصدفية. من أكثر من 3 سنين بدأت إن أنا أتعلم البحث العلمي وبدأت أشارك في المراكز الاستكشافية في الجامعة وكمان خارج الجامعة. بعدين اخترعت قدرت أوصل لكريم من نبات طبيعي علاج مرض الصدفية وكمان سجلت براءة اختراع سنة 2021 شهر 4. بعد كده تولد جامعة السوهاج للشرف على البحث في كلية علوم وطب وصيدلة قسم الجلدية، وفي شهر 4/2023 حصلت على تقرير من الجامعة يفيد بنجاح التجارب اللي تمت على الكريم. بعد كده من حوالي 15 يوم قدرت ان انا افوز بتمويل من جامعة السوهاج لمشروعي بانشاء شركة لانتاج كريم من نبات طبيعي علاج مرض الصدفية. النهاردة فزت بالمركز الاول لافضل عرض تقديمي وافضل فكرة افضل بوستر بالكريم نبات بالميدالية كارن الذهبية بالكريم من نبات طبيعي علاج مرض الصدفية أسبوع شباب الجامعات في حلوان المنطقة 13. دكتور محمد محمود عبد الرازق، دكتور بكلية التربية جامعة حلوان. شاركنا في 4 أيام متتالية في أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر واللي استضافته جامعة حلوان، وبدأ من يوم السبت إلى يوم الأربعاء. كان دوري في هذه المسابقة تحكيم دوري المعلومات العلمية وتحكيم المشروعات الصغيرة. في دوري المعلومات العلمية كانت المسابقة ما بين 24 جامعة، والفريق كان بيتكون من 3 طلاب، 2 كلية هندسة و1 كلية العلوم. وكان بتدور هذه المسابقة حول المعلومات العلمية في العلوم والأحياء والعلوم الهندسية والتكنولوجية والروبوت، وكان الغرض منها أن الأولاد يتنافسوا في الإجابة عن أسئلة هذه المسابقة، وطبعا بيطلع منها 3 مراكز الأول والثاني والثالث. تاني يوم كانت عندنا مسابقة أحسن معرض علمي للمشروعات الصغيرة، وكان دور هذا المعرض أن بيحث الشباب أن هم يتعلموا وهم أثناء الجامعة يتعلموا بعض المهارات الحياتية الخاصة بالتسويق وريادة الأعمال. وكانت المشروعات بتدور حوالين اللي هو التخصص الأصلي، يعني كليات الهندسة اللي هو الروبوتات أو الأجهزة الابتكارية، وكان في مشروعات إضافية جانبية زي مثلا مشروعات اللي هي خاصة بكلية الزراعة أو الاقتصاد المنزلي، في مشروعات خاصة بكليات التربية النوعية زي الجلود والصناعات الخشبية. وبرضه كان عندنا كليات التربية الفنية، كان في اللي هي اللوحات الذاتية، وكنا بندي الدرجات على جمال المعرض و أصالة الأفكار الابتكارية اللي موجودة في المعرض. طبعا الأولاد كانوا بيشاركوا بفعالية، وكانت في مشاركة من زبار المعرض من طلبة جامعة حلوان، بحيث أنهم بيتفرجوا على أعمال الجامعات الأخرى. طبعا وجود الطلاب مع بعض كان ما بينهم إرهاصات قوية جدا والتعرف على النشاطات المختلفة اللي هم بيعملوها في جامعاتهم. طبعا مثلا جامعة دمياط أو جامعة كفر الشيخ أو جامعة أسوان أو جامعة سوهاج، طبعا الأولاد دول بيتجمعوا مع بعض وبيشوفوا بعض وبيتكلموا في الشؤون الخاصة باللوائح بتاعتهم والمقررات واستعداداتهم الدراسية. السلام عليكم، أنا سمير طارق، كلية الهندسة قسم ميكاترونكس. احنا النهاردة كنا بنستلم الجائزة بتاعتنا من أسبوع الشباب، رعاية الشباب، عن الارو في او الغواصة اللي احنا قدمناها. الغواصة بتاعتنا بتقدم ايه؟ بتقدم خدمات التنقيب البحري والمزارع السمكية، بحيث ان احنا ننزل تحت المية نصور بسيستم الكاميرات بتاعتنا الشغل تحت المية، وعن طريق الفيدباك اقدر اخد اكشن بالجريبرز اللي عندي في الغواصة، او اقدر اخد عينة من المية وحللها برا. فاحنا الغواصة بتاعتنا بتتقسم كشغل ل4 اقسام، قسم ميكانيكال، قسم باور، قسم AI، and قسم الامبيدد سيستم،
انا كنت بشارك في تيم الباور، انا هيد الباور، فاحنا ان شاء الله بناخد باور 48 فولت بنغذي بيه الغواصه علشان نقدر نعمل كل العمليات اللي احنا بنقدمها. احنا بدايه من الاسبوع الاول جينا في اول من اول يوم في الاسبوع جينا درسنا الشغل كل واحد في مكانه. بعد كده جت الهيئه اللي المسؤوله عن الاشراف او عن التحكيم عن المشاريع اللي موجوده، والنهارده كنا بنستلم الشهاده او بنستلم الجائزه اللي هي المركز الاول ميداليه ذهبيه في جائزه افضل جهاز ميكاترونيك. الحقيقه احنا قبل ما نستفاد ان احنا خدنا جائزه، احنا استفدنا جدا من المشاركه واستفدنا جدا من زمايلنا اللي موجودين هنا. طبعا كل ما بيكون في ناس اكتر بيعملوا شغل مختلف اكتر، احنا كلنا بنستفاد من بعض، ده بيدي ده معلومه، ده بيدي ده معلومه. فالاستفاده الاكبر في ان احنا شفنا الناس، الاستفاده الاكبر في ان احنا كان في بيننا وبين بعض انتراكشن او تواصل. فالمجال العلمي بتاعنا كل واحد بيفيد التاني في المجال بتاعه، بيديله افكار اكتر علشان يقدر يطور عليها او يعمل بيها مشروع اكبر. فانا كنت حابب اشكر جدا كل القائمين على اسبوع شباب الجامعات، بجد كان اسبوع جامد جدا وانبسطنا. طبعا انا اسمي محمد ايمن فتحي، طالب بكليه الهندسه. هتكلم عن ازاي الار او في بتعمل تسقيط تحت الميه. اول حاجه السيستم اللي احنا مستخدمينه سيستم نوماتيك سيستم. السيستم ده عباره عن هواء، الهواء بيدخله عباره عن من كومبريسور ليه فتحه انلت بيدخل على الفالفات، ماشي طبعا في بايبس. الفالفات دي احنا مستخدمين 5 على 2 فولف سوليد فولف، بيطلع لنا 2، واحد انلت واحد سكشن، داخل على دبل اكتنج سلندر. طب الدبل اكتنج سلندر داخل احنا مستخدمين 3 سلندرز، 2 للجريبرز، واحد للسرنجه عشان لو تاخد عينات من تحت الميه. طب احنا الجريبرز دي عباره عن لينكات متصله مع بعض بحيث تدينا ميكانيزم معين تحت الميه. طبعا راكب في الجريبرز دي موتور نيوماتيك موتور علشان لو هنمسك مثلا البروجكت من تحت او التاسك اللي احنا هنقوم بيه من تحت وهو هوريزونتال، فلازم يبقى الجريبرز على شكل راسي، فلما يمسكه يبقى لازم الاكتويتر اللي حركنا الجريبر ده، فاحنا استخدمنا الماتيك موتور بدل ما تبقى هوريزونتال تبقى فيرتيكال راسي. طبعا السرنجه بتاخد عينات من المايه بحيث لو هتقوم بتاسك بره المايه هنحلله مثلا في اي معامل او اي حاجه. احنا طبعا بنكستمايز الروف دي على حسب التاسكات اللي احنا هنقوم بيها، او لو احنا كشركه العميل جاي لنا يقول لنا احنا محتاج تصميم كذا وكذا او حاجه هتقوم بتحت المايه بتاسك معين، فاحنا هنستخدم طبعا بناء على المعلومات اللي احنا هناخدها منه هنكستمايز الروف دي ونقوم بالتاسك اللي احنا محتاجينه. احنا التيم بتاعنا مكون من 16 مهندس ومهندسه، شاركنا او عملنا الروف البروجكت ده في حوالي 6 شهور، منهم 2 نظري دراسه نظري وكان منهم شهر ميد ترم، ففي الشغل الفعلي كان في 3 شهور. طبعا احنا استفدنا جدا بمقابلتنا للكليات التانية والشباب اللي شفناها، نتيجه كويسه جدا والحمد لله خدنا مركز اول في اسبوع شباب وجامعات مصر. مشاركتنا كانت في قسم الروبوتات. احنا استفدنا استفاده كبيره جدا من مقابلتنا للشباب والكليات التانية. احنا طبعا مشاركين في مسابقات قبل كده، قبل ما ندخل في المجال البحري شاركنا في مسابقات راليس وشاركنا في مسابقات روبوتات وكارز.